تحية صباحية معطرة بعطر الورد لكل من يشاهد ويتابع شاشة الزاكروس الفضائية، وصبحكم الله بألف خير. اليوم احنا متواجدين في معرض بغداد الدولي لدورة الـ15 للزراعة. اليوم هذه دورة خاصة فقط للزراعة والشركات الزراعية المتواجدة في هذا المعرض. خلينا ناخذكم جولة لهذه الشركات الموجودة، نعرف المنتجات الموجودة هنا، شنو عارضين هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا مرحبا. عرضكم هنا منتجاتكم شنو؟ احنا شركة تجهيزات زراعية وحيوانية، يعني تقريبا اختصاص بالقطاع الحيواني، أدوية دواجن وأدوية حيوانات كبيرة وحيوانات صغيرة. شلون شفت اقبال الناس اليوم؟ والله أنا يعني عندي ملاحظة، يعني جزء شيء خاص بيقول أنه أنا أتمنى المعرض الزراعي، احنا زرنا عدة دول أقل من مستوى العراق، ويكون هذا معرض دولي مو معرض مختص بالشركات العراقية. يعني أنا أتمنى أنه السنوات القادمة تجي شركات عالمية وهي تتمنى تدخل العراق وتشتغل بهذا القطاع وتفتح أسواق لها هنا. ولهذا أنا بصراحة أستغرب حصريا بس بداخل العراق ليش شركات عراقية؟ ممكن إحنا كردستان، بقليم كردستان تجي شركات عالمية. أنت بغداد مركز وبالعكس سوق مفتوح. أنا أتمنى أنه سنة اللوخ والسنوات اللي بعدها يسوون دعوات لشركات عالمية وتتمنى تدخل السوق العراقي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك. طبعا اكيد المعرض برعايه دوله رئيس الوزراء المهندس الاستاذ محمد الشياع السوداني، كنا نعرف انه وباشراف وزير الزراعه الاستاذ عباس جبر المالكي. كنا نعرف انه معرض بغداد الدولي دائما يحتضن هكذا معارض مهرجانات دول ومشاركه الشركات العربيه سواء كانت عراقيه او عربيه او اجنبيه. السلام عليكم استاذ. شلون صحتك استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا دكتور بيار رمزي موسى من محافظة أربيل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يا هلا. المعرض اليوم والله معرض ما توقعنا هالقد حضور بي، وما توقعنا هالقد الشركات تجي لهنا، وجيد جدا. شنو منتجاتكم العرضية هنا؟ اليمنى الشركة مالتنا تعمل بالقطاع الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي، بس اللي جينا بي على معرض بغداد الدولي مادة البوليتر، مادة طبيعية من الدولة الفرنسية جبنا لهنا، وتحافظ على الماء ومادة طبيعية وكميات الأسمدة اللي تستهلك أقل من اللي موجودة عامة النباتات والأشجار والشجيرات. هي هي هاي هاي المادة هاي المادة. شو عملك اليوم في المعرض؟ والله كلش زين. الشركات اللي موجودة هنا شركات زراعية، واحنا وياهم نتناسق وان شاء الله يصير شغل جيد، وهدر المياه يكون اقل من الموجود والكميات يعني هذا يقلل من شحات المياه، انه ما يحتاج بعد مياه. اي ضد التصحر. هاي ضد التصحر. هاي شو قد اكتشاف هاي الماده؟ سنه 90 المخترع مولون فيليب فرنسي اخترعه، ولسنه تقريبا 2013 احنا اتفقنا وياه، وصار لنا تقريبا سنتين نشتغل عليها بحوث بالجامعه، جامعه الدوق، جامعه اربيل، جامعه صلاح الدين. جربتوها باقليم كردستان؟ اي بلي على كلش ناجحه على الفراوله، خليناها على نبات المحاصيل، خليناها على النباتات، خليناها وعلى الاشجار خليناها. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بك. طبعا اكيد انه ماده جديده انه تقلل من شحه المياه. يعني طبعا ننتقل هنا لبعض النباتات الموجوده. السلام عليكم استاذ. شلون صحتك؟ سلام عيوني. شلون اخبارك؟ اهلا وسهلا. شنو منتجاتك معرض؟ والله انا هم زائر يعني هنا بالمعرض. تمام. شلون شفت المعرض اليوم؟ والله المعرض فشي يعني يدل على هذا الاهتمام قصدك بالقطاع الزراعي والمنتجات والشركات، فشي لطيف يعني جدا. لمسنا الجمال ولمسنا يعني ترتيب وتطور جدا ملحوظ يعني. اي شنو اللي لفت انتباهك اليوم من دخلت المعرض؟ والله التنسيق العالي، يعني درجة التنسيق والدقة يعني بالترتيب والتنظيم بكل شيء، يعني تفاصيل المعرض كانت كلش جميلة، ويعني دل على فشي راقي يعني. شكرا جزيلا استاذ. اهلا وسهلا. طبعا ما زلنا مستمرين بجولتنا. شلونك حبيبي رسول؟ الله يسلمك استاذ فاضل الخفاجي. شو شفت المعرض اليوم؟ احنا اليوم بدورنا، انا اليوم مشجع
مشجع للصناعة. أنا يوم أحب بلدي وأدعمه أدعمه، يعني اليوم أشجع الصناعة العراقية. بالعكس حلوة، اليوم مثلاً أشوف الطماطة عراقية، أشوف ال الزراعة بشكل عام كلها، مثلاً ثروة الحيوانية عراقية. ليش إحنا قادرين أنه نزرع ونحصد وأرضنا يعني ماكو من يمها. الله يسلمك حبيبي أستاذ فاضل، فدوى أروح لك، الله يوفقك. ما زلنا مستمرين بجولتنا أكيد. يعني طبعاً السلام عليكم. تفضل أستاذ، شنو منتجاتكم هنا؟ دجاج بياض. شركات احنا عندنا عدة شركات، اي اكو عندنا انتاج دجاج. بس دجاج اكو؟ لا بيض مادة. نعم بيض مادة دجاج بياض، يعني مادة ودجاج. اي نعم. لحوم ما عندكم؟ لا لحوم حاليا ما، بس ان شاء الله اكو تطور يعني على اللحوم وعلى انتاج الطبق وان شاء الله كثير. وين اقبال الناس؟ الحمد لله يعني الناس اقبالها قوي على المنتج المحلي، يعني حتى الاستيراد يعني وقف الموضوع، استيراد مو استيراد الحمد لله حاربوه، حتى مساعدة الوزير رئيس وزراء اللي فتح الاستيراد. يعني اثر عليكم؟ طبعا ياثر علي، لان الغلاء هسه الغلاء بالاعلاف، الاعلاف السوق السوداء غالي، يعني نشتريها سوق سوداء، فاكو نوع من قلة الدعم بالاعلاف بالمادة الغاز. بس الحمد لله ان يعني من سد الاستيراد ومن حربه على الاقل انه ساعدنا على اكو انه اكو استعد الاحوال، يعني باحوال الاعلاف، واكو هسه حاليا اكو نوع من الدعم للاعلاف. شكرا جزيلا لك، حياك كل هلا. طبعا مثل ما لاحظتوا وشفتوا انه كانت جولتنا داخل اروقه معرض بغداد الدولي لدوره الخامس عشر، الاسبوع الخامس عشر للزراعه، أكيد برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس الأستاذ محمد الشاع السوداني، وبإشراف وزير الزراعة الأستاذ عباس جبر المالكي. أكيد في ختام جولتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.